السادة الأعلام، ولكم من الله التحية والسلام. وما تجمعنا إلا على مائدة الملك العليم العلام، مجلس قرآن يبتغى فيه وجه الرحمن. رجينا أن يكون لنا سببا في دخول راحلين إلى فسيح الجنان، وكما أخبر نبينا المصطفى العدنان: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وكذلك أخبر نبينا الكريم في قوله: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإن الاستماع إلى القرآن أمر نادى به الملك الديان، فقال: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما أنزل القرآن قال في محكم الآيات: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر ونزلناه تنزيلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لذلك يا إخوة الإيمان، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع إلى القرآن. يوم أن نادى على أحفظ الأمة عبد الله بن مسعود وقال له: اقرأ علي القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: لكني أحب أن أسمعه من غيري. ولما استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد صحابته وهو يتلو القرآن قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، لو أني أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل بسيدتنا عائشة رضي الله عنها لقضاء حاجة بالمدينة، فلما تأخرت عن موعد رجوعها جاءت بعد المغرب، سألها: ما أخرك يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، عند مسجد الغمامة سمعت الإمام في المسجد يصلي بالناس ويقرأ القرآن، فكان صوته ندي أعجبني، فمكست عند المسجد حتى انتهى من صلاته. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل في الإسلام مثل هذا.
وأوصى الحبيب النبي فقال زينوا أصواتكم بالقرآن، وقال حسنوا أصواتكم بالقرآن، ثم قال صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والحبيب النبي قال إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة الكرام، إنه دستور السماء لهداية أهل الأرض، وهو القرآن كما سماه ربنا أي قرة كل آن ومكان وزمان، وهو الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال فيه ربنا سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم قال نبينا الكريم خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وقال صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أعطاه الله عز وجل من أسمائه، لأن القرآن أقوال رب العالمين، فربنا اسمه النور وأعطى للقرآن اسمه النور، وربنا اسمه المجيد وأعطى للقرآن اسمه المجيد، وربنا اسمه العزيز وأعطى للقرآن اسمه العزيز، وإنه لكتاب عزيز، وربنا اسمه الكريم وأعطى للقرآن لقبه الكريم فقال وإنه لقرآن كريم. أيها الإخوة الكرام، إن صفات القول دائما من صفات قائله، فإذا كان القائل هو رب العالمين فما ظنكم بما فيه من أحكام؟ إنه الكتالوج الرباني الذي نرجع إليه عند كل خطيئة، كما يرجع المصلح للأجهزة إلى كتالوجه عند كل عطل. فالقرآن كتاب رب العالمين، اختار الله له المكان والزمان والإنسان، فكان المكان مكة والمدينة خيرة البلدان، وكان المكان وكان الزمان هو بعد عام الفيل بمولد الحبيب، وكان الإنسان هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. هيا بنا أيها السادة لنعود إلى مسك الختام، والقرآن هو سيد الكلام، وهو ذكر الملك العليم العلام، وهو الكتاب الذي لا يمل جليسه، مسك الختام، والقارئ الشيخ محمد بسيوني عوض شيخ الإذاعة المصرية ونبت بيت القرآن بالمطرية وبيت أحباب آل بيت النبي، يتفضل مشكورا. نسأل الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوا في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنة ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إن المتقين في جنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر رحمن. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك عند مليك مقتدر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تخافا
والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للنام والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان رجى البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغى
بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله عليها فان
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن. الرحيم هو الله. الرحيم هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الملك الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله عباد الله يفجرونها تفجيرا ويخافون يوما ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا لوجه الله
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلال وذللت قطوفها تذليلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر الله أكبر بسم الله
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لا إله Oh.
الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهيكم التكاثر ألهيكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترونها عين اليقين. ثم لتسألن الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت وبحق ما بها من أسرار. وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار. اغفر لراحلينا الكريمين ذنوبهما والأوزار وشفع فيهما النبي المختار واجعلهما من الناجين من عذابك ومن النار. واجعل قبرهما متوجا بالأنوار وارزق أهلهم الصبر والسلوان والاستقرار. واجعل خيرهم من بعدهما مدرار. اللهم اجعل لهما في الجنة مستقرا وقرار صحبة نبينا المصطفى وآل بيت الأطهار. أما بعد أيها الإخوة الحضار، استمعنا لعظيم الجواب وجميل القرار فضيلة القارئ الشيخ
محمد مسيوني عوض قارئ الاذاعه والتلفزيون ونبت بيت اهل القران المتصوفين بالبطريه بالقاهره. شكرنا الى فضيلته والى حضراتكم جميعا، وشكرنا لكل من شرف بالعزاء باسم الاسره الكريمه عائلات الصافوري في ليله تكريم الوالد الراحل الكريم اهل البر والخيرات واعمار بيوت الله الحاج شوقي الصافوري، وايضا باسم الحاج عصام محمد علي الصافوري. شاكرا لاصحاب الفراشه والاناره والاذاعه والضيافه اولاد زيدان بالعرب، وشاكرا لمصورنا وحبيبنا ناصر صلاح. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.